بالنسبة لنا اليوم نعيش في أصعب الفترات، ولا أصعب فترة تقريبا تمر بها مؤسسة خمسة فام المصادرة، وفي الحقيقة بقية مؤسسة الإعلام المصادر. مؤسسة خمسة فام مختلفة جدا على اعتبار أنه مسار التسوية فيها متقدم، هناك قاضي مراقب، هناك عرض للمؤسسة للبيع. في الحقيقة نقابة الصحفيين وحتى شركائنا في الاتحاد العام التونسي للشغل كنا من أول الناس طالبوا ببيع خمسة فام والتفويت فيها، مع احترام حقوق الصحفيين والعاملين في المؤسسة هذه واستمرارية المؤسسة. وقرار القضائي اللي صدر بالتفويت فيها قرار تجاوزوا هكا بعديد الإجراءات والشكليات وغيره. معقول أن مؤسسة في قيمة خمسة فام تباع مليار و300 سعر ما يتسمى حتى شيء، أيضا بتسريح 20 من العاملين فيها، هذا يرو مهش مناسب ويعتبر ما تراجع كبير وانتهاك خطير جدا لحقوق الناس اللي تخدم في المؤسسة هذه. ولكن كما قلت في البداية هو قرار قضائي، ما احنا توا ما عادش نتعاملوا مع قرارات حكومية، مع قرارات قضائية. القرارات القضائية هذه تمشي فيها كما تعرف ما هي تسيني فيها تطعني هذه هو المحكمة ذاك المجال التحرك فيها. دونك احنا بالنسبة لنا أهم شيء هو ضمان حقوق الصحفيين الموجودين في خمسة فام، ضمان استمرارية المؤسسة. نتمنى أنه ما يكونش قرار النيابة العمومية باستئناف الحكم ما يكونوش تأثير سلبي، لأنه وضع خارج جدا. الناس عندها 3 شهور داخلين في الشهر الرابع ما خدوش أجورهم، المؤسسة مهددة أنها بالتصفية في أي وقت، خاصة مع الأزمة هذه تزيد تطويل. هي مسألة معقدة جدا، ولكن احنا اليوم نتوجه للسلطات بأنها تحمل مسؤوليتها للناس اللي تخدم في خمسة فام باعتبارها مؤسسة ملكة دولة ب 90%، وأيضا القضاء يقوم بحماية حقوق الناس هذه، لأنه أجهزة الدولة راهي مهمتها حماية حقوق الناس. حتى اللي بيش يخرج لازم ياخذ حقه كامل، واللي بيش يقعد لازم ياخذ حقه كامل.